عبد الواحد الراضي أقدم برلماني في العالم، أو ديناصور البرلمان المغربي، أو شيخ البرلمانيين. من مواليد سنة 1935، سياسي مغربي من مؤسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. شغل منصب وزارة التعاون ووزارة العدل كما ترأس البرلمان. عندما ولج قبة البرلمان المغربي لأول مرة سنة 1963، وصف عبد الواحد الراضي حينها بكونه أصغر نائب في تاريخ المغرب، لكنه تحول اليوم إلى أقدم برلماني في العالم. لم يهزم أبدا في أي استحقاقات شرعية على مدى 53 سنة، ولا يزال بقاؤه في البرلمان مستمرا. بعد أن نجح في الظفر بمقعده البرلماني المعتاد في الانتخابات التشريعية لعام 2016، دخل الراضي البرلمان منذ حقبة حكم الرئيس الفرنسي شارل ديغول، وآوته قبة المؤسسة التشريعية منذ أن كان الرئيس الأمريكي جون كينيدي في الحكم، ولا يزال برلمانيا حتى الآن للمرة التاسعة على التوالي، دون أن يستطيع أحد من المرشحين المنافسين الإطاحة به. وانخرط عبد الواحد الراضي مبكرا في العمل السياسي، إذ انتخب عضوا في المجلس الوطني لحزب الاتحاد الشراكي منذ عام 1962، ثم عضوا في لجنته الإدارية سنة 1996، وأصبح عضوا بالمكتب السياسي للحزب منذ عام 1989، وتقلد أيضا مسؤولية نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الشراكي سنة 2003، وصار كاتبا أولا في سنة 2008. ويبدو أن عبد الواحد الراضي ليس الوحيد في عائلة آل الراضي المغرم بالكرسي البرلماني، إذ حصل ابن أخيه أيضا ياسين الراضي على مقعد بمجلس النواب عن دائرة الغرب باسم حزب الاتحاد الدستوري خلال الانتخابات الأخيرة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن دخل البرلمان لأول مرة سنة 2011 وهو في عمر 21 سنة. سعيد ديال جماعة قراوية وجوج المدن سيدي سليمان وسيدي يحيى. هاد الإقليم أنا نائب برلماني ديالو من 63، ومن بعد حالة الاستثناء في 77، هي هذا انتخابي من ذاك الوقت حتى لينا بدون انقطاع. إذن الحملة كيديرها الإنسان باش يعرف بنفسه. أنا ولله الحمد دوزت مع هاد الناس 53 سنة،